مروة ضيف عائلة البيوتي ورسالة قوية من نارينا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع اليوتيوبر ريما الأسطى التي أعلنت عن توثيق حسابها بالإنستغرام. ألف مبروك. مرحبا يا جماعة، كيفكن؟ أول شيء حزري شو انتبهت إنه أنا جاييني توثيق اليوم على الإنستغرام، والله العظيم ما شفته غير لشفت الناس عملت لي تاجات وعم تبارك لي. نمر إلى نارين بيوتي التي قامت بالأمس بتوجيه رسالة إلى حمتها المستقبلية. حبيبتي حياتي، حبيبتي، إذا عم تحضري هذا الفيديو بحب وجه لك تحية كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي ومن منصات السوشيال ميديا. وقل لك شو بس أشو حمي، شو مين يا حمي؟ أنا كمان بس بس أشو أنا الحمي. اليوم حماتي حياتي، حماتي حياتي، لا ماما حياتي، ماما حياتي. بلشنا بيرديكم بيرديكم هالشي، بلشنا غير غيره. هاي متابعين، أنا بدي أحكي من المتابعين. تو ماتش لحمة شكلها؟ لا تو ماتش لحمة شكلها؟ لا عم تغير الموضوع. ايه تو ماتش لحمة عم تغير الموضوع. بدي تربيتي فيكي. لك شو ماما، انا بنت اصول. بنت اصول؟ ها بنت اصول بتعرف حماتها ما بتعرف امها، ما بصير قدامي. شو ماما انا لما عم بقول هيك ما عم بقلل. لازم تراعي مشاعري بغار. بغار. مين صارت سمبوسك؟ لك ماما هاتي لأشو ورجيني. لا والله حلوة ماما. والله تحفة، والله هي ما احلى حماتها بتعرف تعمل شيش بركة. ما اشوف مين هالحماية اللي عم نحاول نحن نضيها، نحن عم نمسح على فكرة. طب انت شو رأيك حماتها حتكون متهنية فيها ولا شو؟ طبعا لازم نسأل امك. تضحك بعبة، تضحك بعبة عندها. انا ليميتد اديشن، كافي بس هيك تقعد معها ما تطبخ لك. نمر إلى شيرو اللي نشر ستوري حمس جمهوره للحلقة الجاية من برنامجه الرمضاني وسألهم مين بتتوقعوا الضيوف، ويذكر أن شيرو كشف من خلال ستوريات سابقة أنه هو صور حلقة مع أسامة مروة وبرهو، فهل راح يكونوا هنن لضيوف الحلقة؟ رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ قال شوفوا لي التايم لاين الرهيب من أحمد الرهيب. إمتى تكون عندي الحلقة؟ إن شاء الله اليوم. اليوم اليوم يعني يا بكرة يا بعد بكرة، ترقبوا. والله حيو كفو عليك. الحمد لله خلصنا، الحمد لله.